مقابلة نتاع مصر ومقابلة نتاع هذه برخيصة. مقابلة اليوم كانت بحق مقابلة النضال، مقابلة روح البذل والعطاء، مقابلة جمهور من ذهب، مقابلة برهن فيها التونسي أنه يعشق المنتخب الوطني إلى النخاع. في مقابلة كيما مقابلة اليوم ما نجموش نحكيه على خطط تكتيكية أو مسائل فنية، لأن الأرضية الثقيلة متاع الملعب وغزارة الأمطار منعت الزوز فرق باش يقدموا عروض فنية ممتعة ولوحات كروية جميلة، وتغاب بالتالي الاندفاع البدني على اللقاء. اللقاء هذا اللي دخلوا المنتخب التونسي بقوة، وما مروش أكثر من 10 دقائق حتى يتمكن زبير بيه من افتتاح النتيجة بعد عملية منسقة. 10 تمريرات وهدف في الدقيقة 10. هاو نشدوا الحساب مع بعضنا. تمريرة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهدف. والتاريخ يعيد نفسه، نفس الملعب ونفس المنافس وتقريبا نفس سيناريو الهدف، مع الفارق الوحيد وأنه هدف اليوم من اليمين بإمضاء زبير بيه، وهدف عام 77 كان من اليسار وبإمضاء خميس العبيدي. البداية كانت طيبة وكانت توحي بأن المنتخب التونسي باش يكون في طريق مفتوح نحو تحقيق انتصار عريض، لكن العكس هو اللي حصل. المنتخب التونسي تراجع نسبيا للوراء، وربما تكون إصابة سويح أثرت نسبيا على مردود وسط الميدان. المنتخب المصري ما قعدش مكتف يديه، بل هدد مرمى الزيتوني لكن بواسطة الكرات الثابتة فقط، على خاطر المحاصرة الفردية تاع مدافعينا ما خلاتش المساحات الفارغة. الممر كاسبر جاك فاجئ الجميع اليوم بإقحامه لجمال لبام من البداية، واللي كان ورقة رابحة باعتبار الخطورة اللي شكلها تيلة الشوط الأول على الدفاع المصري بمعية عادل السليمي، اللي قلق ياسر المدافعين المصريين، لكن اللي حكم الياباني ربي يهديه حرمه وحرمنا من ضرب جزاء كنا ننهيو بها الشوط الأول مرتاحين، لكن هدف لصفر في هالشوط الأول هل كان كافي وإلا لا؟ ما يكفيش واحد، ماناش في اطمئنان واحد. في الشوط الثاني تغيرت المعطيات، ولا المنتخب المصري هو اللي هاجم، والمنتخب التونسي يسعى للمحافظة على تفوقه. الفترة هذه قبلنا شوية لعبة. تراسكو تزامتان كامل قابلين اللعب، ما خايفين، مستحفظين برشا على البونتو وشو ربي يسترك. لكن وإحقاقا للحق فإن هجومات المنتخب المصري ما شكلت حتى خطورة على مرمى أبو بكر الزيتوني، واتضح أن خطورة المصريين تكمن في وسط الميدان فقط، أما الهجوم فكان ديما يصطدم بخط دفاع حسين أحكم تسكير كل الممرات المؤدية إلى مرمى الزيتوني. ودام الحال والأحوال إلى آخر لحظة من اللقاء، لقاء خرج فيه المنتخب التونسي ومن وراه الجمهور العزيز بطل عن جدارة. ليه صعيبة يا باسم، سوا عارفينها صعيبة، ولا احنا صعبناها على رواحنا؟ الصعيبة احنا صعبناها، الحمد لله سافا سي فادي. Il me semble pourtant victoire comme on a prévu, on a dédié à notre cher bien sûr collègue Eddy Berkissa. عاد 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 شنو الانتصار هذا يا عاد؟ تحدي الناس الكل، الظروف اللي عشناها قبل الستاج وبرشا حاجات. توفيق شو الانتصار هذا؟ انتصار القريب هذا مرة ثانية تصير لنا هكا، قبل كبد افريقيا صارت لنا هكا وفاة شقيق، واليوم زاد نجم تقولوا وفاة شقيق وقت من الشقيق مع صاحب وخو خو الناس الكل، الجمهور التونسي الكل جاء فرحنا ورينا معناتها كيف صحيحة وقعدت تحسن. اليوم لعبنا زمت شوية ماتش مع مصر وماتش مع الظروف الصعيبة اللي صارت لنا، وفي ما وصلنا معناتها باركور كملناه ان شاء الله نكملوها بالكدا. نديو هذا الترشح للجمهور التونسي
والجمهور اللي حضر والجمهور اللي واسع معناتها هذه برخيصه، وهذا معناتها كادو كبير برشا للروح الفقيه. هنيئا للمنتخب التونسي بهذا الفوز الصعب والثمين في هذا الوقت الذي يسمح لهم باحتلال المركز الاول بفارق 3 نقاط كامله على المصريين في مجموعه تضم ايضا ناميبيا وليبيا. اكثر من 10 دقائق حتى يتمكن زبير بيه من افتتاح النتيجه بعد عمليه منسقه. 10 تمريرات وهدف في الدقيقه 10. هاو نشدوا الحساب مع بعضنا. تمريره 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهدف. والتاريخ يعيد نفسه، نفس الملعب ونفس المنافس وتقريبا نفس سيناريو الهدف، مع الفارق الوحيد وأنه هدف اليوم من اليمين بإمضاء زبير بيه وهدف عام خرج فيه المنتخب التونسي ومن وراه الجمهور العزيز بطل عن جدارة. سعلي صعيبة صعيبة يا باسم، سوا عارفينها صعيبة ولا احنا صعبناها على رواحنا؟ صعيبة احنا صعبناها الحمد لله سافا سافا. Et il me semble pourtant une victoire comme on a prévu, on a dédié à notre cher bien sûr collègue Eddy Berkissa. عاد 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 شنو الانتصار هذا يا عاد؟ تحدي الناس الكل، الظروف اللي عشناها قبل الستاج وقبل حاجات. توفيق شنو الانتصار هذا؟ انتصار القريب هذا مرة ثانية تصير لنا هكا، قبل كبد افريقيا صارت لنا هكا وفاة شقيق، واليوم زاد نجم تقولوا وفاة شقيق وقت من الشقيق مع صاحب وخو خو الناس كل الجمهور. مقابلة مقابلة نتاع مصر ومقابلة نتاع هذه برخيصة. مقابلة اليوم كانت بحق مقابلة النضال، مقابلة روح البذل والعطاء، مقابلة جمهور من ذهب، مقابلة برهن فيها التونسي أنه يعشق المنتخب الوطني إلى النخاع. في مقابلة كيما مقابلة اليوم ما نجموش نحكيو على خطط تكتيكية أو مسائل فنية، لأن الأرضية الثقيلة متاع الملعب وغزارة الأمطار منعت الزوز فرق باش يقدموا عروض فنية ممتعة ولوحات كروية جميلة، وتغاب بالتالي الاندفاع البدني على اللقاء. اللقاء هذا اللي دخلوا المنتخب التونسي بقوة، وما مروا 77 كان من اليسار وبإمضاء خميس العبيدي. البداية كانت طيبة وكانت توحي بأن المنتخب التونسي باش يكون في طريق مفتوح نحو تحقيق انتصار عريض، لكن العكس هو اللي حصل. المنتخب التونسي تراجع نسبيا للوراء، وربما تكون إصابة سويح أثرت نسبيا على مردود وسط الميدان. المنتخب المصري ما قعدش مكتف يديه، بل هدد مرمى الزيتوني لكن بواسطة الكرات الثابتة فقط، على خاطر المحاصرة الفردية تاع مدافعينا ما خلاتش المساحات الفارغة. الممر كاسبر جاك فاجئ الجميع اليوم بإقحامه لجمال لبام من البداية، واللي كان ورقة رابحة باعتبار الخطورة اللي شكلها طيلة الشوط الأول على الدفاع المصري بمعية عادل السليمي اللي قلق ياسر المدافعين المصريين، لكن اللي حكم الياباني ربي يهديه حرمه وحرمنا من ضرب جزاء كنا ننهيو بها الشوط الأول مرتاحين، لكن هدف لصفر في هالشوط الأول هل كان كافي وإلا لا؟ ما يكفيش واحد، ماناش في اطمئنان الواحد. في الشوط الثاني تغيرت المعطيات، ولا المنتخب المصري هو اللي هاجم، والمنتخب التونسي يسعى للمحافظة على تفوقه. الفترة هذه قبلنا شوية لعبة. تراسكو زي ما تو كامل قابلين اللعب، ما خايفين مستحضرين برشا على البونتونش وربي يسترك. لكن وإحقاقا للحق
فإن هجومات المنتخب المصري ما شكلت حتى خطورة على مرمى أبو بكر الزيتوني، واتضح أن خطورة المصريين تكمن في وسط الميدان فقط، أما الهجوم فكان ديما يصطدم بخط دفاع حسين أحكم تسكير كل الممرات المؤدية إلى مرمى الزيتوني. ودام الحال والأحوال إلى آخر لحظة من اللقاء